السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على le verbe être et avoir. فكيف هو مبين لكم في العنوان؟ بعد هذا الدرس إن شاء الله مستحيل تخطئوا مرة أخرى في le verbe être et avoir، ويعني في الفرق ما بين le verbe être et avoir و l'auxiliaire être et avoir. فغير نتابعوا غنشرح بطريقة جد مبسطة، تبعوا الدرس للآخر وإن شاء الله غادي تفهموا. فأول حاجة غنبداو بها هو le verbe avoir. شنو هو le verbe avoir؟ فle verbe avoir كنستعملوه للتعبير عن الملكية. Donc كنستعملوه pour exprimer la possession. Donc j'ai كتعني أملكو أو عندي أو لدي. J'ai مثلا j'ai 30 ans. عندي 30 سنة. عندي 30 سنة. J'ai 30 ans. مثلا j'ai une maison. عندي أو أملك منزل. J'ai une maison. أملك منزل. إكزامبل آخر. j'ai deux enfants. لدي ابنين أو طفلين. دونك j'ai هنا j'ai لدي. J'ai deux enfants. لدي ابنين. فالآن اللي بغيت نقول عندي أو أملك أو لدي فهي j'ai. الآن اللي بغيت نقول تملك، يعني أنت تملك أو عندك أو لديك، فهي tu as. مثلا tu as une voiture. فغنعطيكم أمثلة بساط. Tu as une voiture. لديك أو أنت تملك سيارة. Tu as une voiture. فهنا بالنسبة لتو راه كنستعملوها مع الفيمينا والماسكولا، يعني أنت وأنت. Tu as. أنت تملك أو أنت تملكين. داكوغ. الآن إلا بغيت نقول هو يملك. هو يملك هي إلا اون فواتور. هو يملك سيارة. إلا اون فواتور. إلا. وهي تملك إلا. إلا هو يملك. إلا هي تملك. الآن إلا بغيت نقول نملك، يعني نحن نملك. nous avons هي نحن نملك أو نحن لدينا أو نحن عندنا. nous avons. داكور. إلا بغيت نقول أنتم تملكون. vous avez هي أنتم تملكون أو لديكم أو عندكم. vous avez. يملكون يعني هم يملكون. ils ont هم يملكون. و elles ont هن يملكن. فهذا بالنسبة للتصريف نتاع لو فيرب avoir. قلنا j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وعرفنا أن جي يعني أنا أملك، تيا أنت أو أنت تملك أو تملكين، هو إلا هو يملك، إلا هي تملك، nous avons نحن نملك، vous avez أنتم تملكون أو عندكم أو لديكم، ils ont هم يملكون، elles ont هن يملكن. دونك هذا بالنسبة لو فيرب افوار. دونك لو فيرب افوار هو فعل الامتلاك. داكوغ. واضح. الان ننتقلوا لو فيرب اتر. لو فيرب اتر. لو فيرب اتر كنستعملو الا بغيت نعبر على الكينونة، يعني انا اكون. انا هنا جو سوي. انا جو سوي. انا مثلا جو سوي كونتونت. انا فرحة. انا فرحة. Je suis contente. Exemple آخر. Je suis de Marrakech. Anna min Marrakech. Donc je suis Anna. Anna min Marrakech. Numéro exemple آخر. Je suis au travail. Je suis au travail. Anna fi l'amal. Je suis Anna au travail fi l'amal. Je suis Anna
في العمل. فهذا بالنسبة لجو سوي أو أنا. الآن إلا بغيت نقول أنت أو أنتي فهي tué. Tué. أنت أو أنتي مثلا أنت مريض هي tué malade. Tué malade. أنتي مريضة أيضا tué malade. فهنا بزاف كيخطئوا في التفريق ما بين tué و tué. يعني فين هي اللي كنستعمل مع لو فيرب avoir وإن هي اللي كنستعمل مع لو فيرب être. واحد لاشتوس بسيطة فعندنا tué كتبدأ بأس كتبدأ بأ ولو فيرب avoir كيبدأ بأ. دونك tué كنستعملها مع avoir. Tué كتبدا ب e و لو فيرب être كيبدا ب e. دونك tué كنستعملوها مع لو فيرب être. داكور tué avoir tué être. الان الا بغيت نقول هو هو فهي il est il est il est e s t il est و هي elle est elle est. نحن نحن nous sommes nous sommes نحن nous sommes. أنتم vous êtes vous êtes vous êtes أنتم. الآن إذا بغيت نقول هم فهي ils sont ils sont وهن elles sont elles sont. فقلنا بالنسبة لو فيرب être التصريف نتاعو هو je suis tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je suis, ana, tu es, anta ou anti. Il est, huwa, elle est, hiya. Nous sommes, nahnu, vous êtes, antum. Ils sont, hum, elles sont, hunna. فهذا بالنسبة لو فيرب être. فقلنا لو فيرب être هو فعل الكينونة. أنا أكون. أنا أكون فعل الكينونة. داكور. الآن غنمروا نتعرفوا على لوكسيليير être et avoir. فسابقا شفنا لو فيرب être et le verbe avoir. قلنا لو فيرب être هو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ou le verbe avoir هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. الآن غنتعرفوا على الأوكسيليير. فأولا شنو هو الأوكسيليير؟ الأوكسيليير هو مساعد الفعل. هو مساعد الفعل كنستعملوه باش كنساعدو الفعل في التصريف. ففي اللغة الفرنسية عندنا deux auxiliaires اللي هما être et avoir. فقط عندنا غير جوج être et avoir. داكور؟ فقلنا لوكسيليير كنستعملوه باش نساعدو الفعل في التصريف. فاش كيكون عندي ان طون كومبوزي اللي هو زمن مركب كيخصني دو مو. فان طون كومبوزي دوموند دو مو كيخصني دو مو. لو بروميي سي لوكسيليير لو دوزيام سي لو بارتيسيپ باسي دو فيرب كون فا كونجوغي. نشرح لكم بطريقه بسيطه. Un temps composé, le zaman murakkab, bhal le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, etc. Hadou kitsmaw azmina murakkaba aw des temps composés. Fa ila andi chi verbe, bghit nsarfou f had les temps composés, ki khsni deux mots, li houma l'auxiliaire, ad le participe passé. L'auxiliaire, fa arfna, ya amma kanstamel l'auxiliaire être aw l'auxiliaire avoir, ala hasab le verbe. واش كنصرفوا مع لوكسيليير اتر او لوكسيليير افوار. لو بارتيسيپ باسي هو لو بارتيسيپ باسي دو فيرب كون فا كونجوغي. يعني مثلا عندي لو فيرب مونجي مثلا بغيت نصرفه في لو باسي كومبوزي. ياك شنو قلنا؟ كنستعملوا لوكسيليير بلس لو بارتيسيپ باسي. فهنا مونجي كنستعمل معاه لوكسيليير افوار. دونك جي هو لوكسيليير افوار و لو بارتيسيپ باسي نتاع لو فيرب مونجي هو مونجي. فدائما لي فيرب دو بروميير جروب كيف كنعرفوا الافعال كينقسموا الى ثلاث مجموعات. عندنا لي فيرب دو بروميير جروب دوزيام جروب اي ثروازيام جروب. بالنسبه لو فيرب مونجي كينتهي ب او ار فراه كينتمي للبروميير جروب. فلي فيرب دو بروميير جروب فاش كنصرفهم في لو باسي كومبوزي لا تيرميزون كتكون فيها او اكسون. دونك هاد مونجي هو لو بارتيسيپ باسي. داكور. جي لوكسيليير هو جي و لو بارتيسيپ باسي هو مونجي. شتي راه ساهل وبسيط. فإلا عندي شي فراز مثلا جي مونجي اون بوم. جي مونجي اون بوم اكلت تفاحه. فهنا عندي جي مونجي
une pomme. لينا افترض عندي غير جي اون بوم. جي اون بوم. هنا هاد جي ما كتسماش اوكسيليير. لا كتكون فيرب. لو فيرب افوار. جي اون بوم. عندي تفاحة. جي اون بوم. دونك هنا الى قلت جي اون بوم هاد جي سي لو فيرب افوار. اما الى عندي جي مانجي اون بوم يعني عندي دو فيرب. Deux verbes conjugués fait la phrase, فهنا جي كترجع auxiliaire. يعني مساعد نتاع هاد الفعل اللي هو manger. J'ai mangé, j'ai auxiliaire لأنه عندي deux verbes. وإلا عندي غير j'ai بوحدها أو il a مثلا il a mangé une pomme. إلا عندي غير il a une pomme فهديك a verbe avoir. إلا عندي il a mangé فهديك a c'est l'auxiliaire avoir. التي باش يوضح لكم اكثر نشوفوا اوتر اكزامبل. عندي الى ان ستيلو. الى ان ستيلو هنا شحال الفيرب عندي مصرف هاد لافراز؟ عندي غير فيرب واحد اللي هو لو فيرب افوار. ا هاد ا سي لو فيرب افوار. وعندي اوتر فراز اللي هي الى اشتي ان ستيلو. الى اشتي ان ستيلو هنا شحال الفيرب عندي في هاد لافراز؟ عندي دو فيرب. عندي لو فيرب افوار اللي هو ا وعندي لو فيرب اشتي. لو فيرب اشتي. الوغ بالنسبه لا بروميير فراز هاد ا سي لو فيرب افوار. هنا سي لو فيرب افوار. وبالنسبه لا دوزيام فراز هاد ا سي لوكسيليير افوار. علاش؟ لانه عندي ا اشتي يعني هاد ا غير ساعدت ليا هاد لو فيرب. هنا هاد لو فيرب افوار ما بقاش فيرب لانه ولا مساعد نتاع هاد الفعل ولا اوكسيليير. لوكسيليير افوار. فإلا عندي غير فيرب واحد فراه سي لو فيرب اما اتر او افوار. وإلا عندي دو فيرب فالاول كيكون اوكسيليير سوا لوكسيليير اتر او لوكسيليير افوار. فنتمنى يكون واضح لكم. الان عندنا واحد الكم هائل من الافعال فميمكنش كل فعل غنحفظوه واش كنستعملو معاه اتر او افوار. فهذا لا يمكن. شنو غنديرو؟ فالافعال اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر هما قلال شويه بارابور مع الافعال اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير افوار. دونك حنا غنتعرفوا على الافعال اللي كنستعملوا معها لوكسيليير اتر وغنحفظوها كيف قلنا انها قليله ما كثيراش بزاف. وما تبقى فراه كنستعملوا معاه لوكسيليير افوار. داكوغ. دونك نشوفوا لي فيرب او الافعال اللي كنستعملوا معاهم لوكسيليير اتر اللي هما ناتر. ناتر. Décédé, mourir. Décédé, mourir. Rester, rester. Partir, partir. Passer, passer. Aller, le verbe aller. Venir, venir. Monter, monter, descendre, descendre, intervenir, intervenir, arriver, arriver, entrer, entrer, sortir, sortir, devenir, devenir, tomber, tomber, rentrer, rentrer, retourner, retourner. فهاد لي فيرب كنستعملو معاهم لوكسيليير اتر وما تبقى كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. دونك ضروري تحفظو هاد لي فيرب وتعرفوهم. وما تبقى كيف قلت راه كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. فهنا راه كاينين حالات خاصه كاينين دي فيرب اللي كنستعملو معاهم ايضا لوكسيليير افوار. فهذا غنتعرفوا عليه في حصص مقبله ان شاء الله. ما بغيتش دابا نصعب عليكم شويه الدرس بنخليه بسيط. مره اخرى ان شاء الله غنشرحوا هاد لي فيرب امتى كنستعملو معاهم لوكسيليير افوار. وبالنسبه ايضا لي فيرب برونومينو يعني الافعال الضميريه بحال سو لافي سو ريفيي فكنستعملو معاهم لوكسيليير اتر. لوكسيليير اتر. فنتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا صافي كتعرفوا تفرقوا ما بين لو فيرب اتر ولو فيرب افوار. ها
فبالنسبة للفرق ما بين لو فيرب اتر و افوار و لوكسيليير اتر و افوار فلو فيرب لو فيرب اتر اي افوار كيكونوا بوحدهم في لا فراز وبالنسبة لوكسيليير هو كيجي مساعد الفعل فتعرفنا على الافعال اللي كنستعملوا معهم لوكسيليير اتر وكيف قلت لكم ما تبقى كنستعملوا معاه لوكسيليير افوار فما تنساوش تشاركوا الدرس مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده ما تنساونيش من لايك او جيم الفيديو فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.